صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل تارك جنس العمل يعد مؤمنا؟ تارك العمل من العمل ما يعد تاركه كافرا، كترك الصلاة، الصلاة عمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. ومن العمل ما يعد تركه منقصا للإيمان وليس مكفرا. فالعمل يتفاوت، فلا يقال جنس العمل كله لا يكون مكفرا، أو يقال كله يكون مكفرا، لا بد من التفصيل. نعم.